قصاد الجوافة أو الزيتون كما يسميه الأهالي هنا في وادي الغرس على الجنوب الغربي من مدينة تعز. هذا الوادي الذي يغطي المدينة بالكثير من المحاصيل الزراعية والفواكه. ليس هذا الوادي فقط وإنما العديد من وديان منطقة الضباب. هذا الوادي كما قلنا يزرع الزيتون بشكل كبير، يغطي المدينة والمحافظات القريبة منها، حتى أن النساء هنا بعد حصاد الزيتون يقومن ببيعه على الشارع الرئيسي وعلى الخط، حيث تتوقف السيارات لشراء الزيتون من هذه النساء أيضا لتحميل هذا المحصول لإدخاله إلى المدينة وللقرى والبلدات المجاورة. الكمية ليست كبيرة هنا في هذا الوادي، لكنها ما تكفي هذه المنطقة والمناطق المجاورة والمحافظات أيضا المجاورة، خاصة الآن بعد فك الحصار بشكل جزئي عن مدينة تعز، أصبح الدخول والخروج وإخراج هذا المحصول سهلا وبشكل تسهل عليهم كثيرا بعد حصار دام أكثر من عام ونصف. السلام عليكم أخي علي. عليكم السلام. كم سعر الكيلو الآن؟ 400 ريال، يعني ما يعادل دولار ونصف كذا تقريبا. هل له انواع هذا الزيتون او نوع واحد بس؟ نوع واحد. احمر وابيض. كما نرى هذه معروضه وما تعرضه هؤلاء النساء من ابناء هذه المنطقه المزارعات في هذا الوادي لبيعه على من يحضرون لهنا. السلام عليكم. وعليكم. كيف حالك والده؟ لله الحمد. كيف الزيتون هذه المره؟ زيتون احمر وابيض واخضر وطري طيب بالنسبه للموسم هذا العام، يعني كيف هو عن مقارنه بالاعوام السابقه؟ هذا موسمه احسن من كل سنه. يعني بالنسبه للانتاج الان يعني اكثر من قبل ولا اقل ولا كيف؟ لا لا هو سواء. زايد من سنه الى اخرى. الانتاج زايد من سنه الى اخرى حتى ان الرعيه ايضا ناخذ هنا احد بائعي الزيتون. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يتزايد. عرفنا عليك. الاخ عبد الوهاب علي عبد النقي من هذه المنطقه، من هذه المنطقه، من ابناء المنطقه. نعم. طيب بالنسبه لصف لنا بانتاجيه المحصول هذا العام مقارنه بالاعوام السابقه. انتاجيه المحصول هذا كان في بدايه الامر قبل يعني قبل حوالي 4 أو 5 سنوات كان انتاج قليل، لكن الان عندما تسامعت على الناس والرعيه تسارعوا الى زراعه هذه الفاكهه، لحيث الفاكهه هذه اصبحت الان هنا عندنا ماده زراعتها ممتازه جدا تمثل مادة فيتامينات للجسم، وهي تعتبر الفاكهة الأساسية التي لم تدخل فيها المبيدات الحشرية ولا الصوابين ولا الأسمام، فهي تعتبر الفاكهة الصحية الأساسية في الأسواق، وتعتبر هي رقم واحد في الأسواق، مما أثبت علمياً سمعتونا في الكويت أن مادة الفيتامين في هذه الفاكهة 100% مقارنة بالتفاح 99%. يعني هذا الجواف الآن هذه الآن ليست لا تستخدمون أي مبيدات أو لا نستخدم أي مبيدات ولا سواء كانت لا أسمدة ولا مبيدات ولا رش نهائيا، كذا طبيعية فاكهة من الشجرة مباشرة. نستخدم أي أعتقد أحسن من التفاح. طيب بالنسبة للبيع والإخراج هذه الفاكهة، الناس الآن يخرجون من المدينة، يأتون من الأرياف من القرى، يتسمعون على هذه الفاكهة وتقهرون إليها كل يوم، ونحن نبيع بالليل الواحد مننا يبيع 5 سلال باليوم، 10 سلال كل يوم، فالإنتاج ما شاء الله والبيع شراء الحمد لله. شكرا جزيلا. نواصل جولتنا في مزارع هذا الوادي، مزارع الجوافة أو الزيتون. كما نرى الأشجار ممتلئة بمحصول هذه الفاكهة اللذيذة كما يسميها الأهالي. سنتجول في الوادي ما شاء الله، الوادي ممتلئ بأشجار الزيتون أو الجوافة، ايضا ما شاء الله الينابيع تمر من وسط الوادي لتسقي هذه المزارع.
أوبا. ناخذ هنا احد ابناء المنطقه واحد المزارعين في وادي الغرس. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عرفنا عليك. عبد ابراهيم محمد حزام. عبد ابراهيم محمد. طيب اولا يعني من اين ياتي هذا الوادي الى الغيل؟ الغيل هذا ينزل من وادي حنان من جبل حبشي. جبل حبشي. وادي حنان. ايوه. مستمر او يتوقف؟ مستمر هذا ايام الامطار بس، الان يعني كذا باقي له حوالي شهرين ثلاثة شهور وبينقطع ايام الامطار بس. طيب يعني هذا هو الغيل. يعني المورد الاول للمياه في لتسقيه اشجار الزيتون او الجوافه. اشجار الزيتون او الجوافه وجميع انواع الزراعه بالوادي يعني. لو تعطينا وتتجول معنا هنا في هذه المزارع وتعطينا نبذه عن عدد المزارع و عدد مزارع الزيتون. انا معدد نعدد لكل كيف؟ لا يعني ليس بعدد محدد، لكن يعني كمية الإنتاج من هذه من الحول يعني. أيوة والله الإنتاج يوم إنتاج سلتين، يوم ثلاث، يوم أربعة، يوم كذا يعني، كل حول كل شجرة على موجب الثمرة حقه. موجب الثمرة. موجب الثمرة لقطوها على ثاني على ثالث. طيب كم تغطي الوديان هذه أو الأحوال، كم تغطي من المدينة؟ مدينة تعز أم تغطي أكثر من تعز؟ تغطي مدينة تعز يعني كما تقول كثرة، ويغطوا لك المهم اماكن برا، يشلوا سلال يروحوا برا هناك صنعاء عدن. المهم استهلكوا ناس. تخرجونها لصنعاء وعدن توصل؟ تصل ها هدايا تصل. اي بمعنى كميه كبيره. مشهور مثلاً. مشهور كمان كبيره ها شجره قدامك ما شاء الله. الله شجره هذا موسم الحصاد، موسم حصاد هذه الفاكهة، وفعلا هي عادية. نواصل جولتنا. طيب والله قلت لك بيشلوا من هنا هدايا. هل جميع الأهالي يعملون في حصاد هذه الفاكهة الآن؟ يمكن مليان كثير ناس يعملوا عادوا في يعني جميع الاهالي تعملون في هذا كميه ها، لانه شجره ثمره وفيها مصدر رزق بكثره هنا. طيب عندما كانت المدينه مغلقه اين الى اين كنتم تذهبون؟ نذهب نسوق النشمة سفل النق نقد قسيم صبير، ننزل نطلع صبير طالق نزلوا داخل المدينه مدينه تعز. يعني استطعتم ادخاله؟ ندخله ممكن تدخله لانه حاجه تروح للارض، ما في السخانة، ما يرضيش ضميرك انها تروح ثمرة للأرض، واصحاب يعني ناس يخبرونها. طيب الآن بعد فتح الطريق كيف الوضع؟ الوضع تحرك يعني اشتهر زيادة، افتتح الخط والناس طلبوا الله وثمرة زيادة وتنقيل يوميا شغل. يعني كم الإجمالي الإنتاج في الموسم بشكل عام؟ يعني مقارب الإيراد كم وكم عدد الإجمالي المحصول الذي من جميع المزارع هنا أو خاصة في هذا الوادي فقط؟ والله الإجمالي كما تقول يعني ما يقرش من أول الموسم لآخر الموسم، يعني ما يقرش على 100 سلة أو زيادة على 100 سلة في الحول. لا بالأحول 150 سلة 200 سلة من أول الموسم لآخر الموسم، زيادة على كذا ما يتوفرش. وبعدين اماكن اخرى في جبل حبشي، في وادي الاحمر، في الشارق، في شهراني، من الشهران، في من المنعم، في المهم كل ذا عندنا قدو بادئ في انتاج شجرات زيدين، في ثمرات قدر منتهيات مواسم. طيب بالنسبه للزيتون الذي يورد لليمن بشكل عام لو عندك معلومات من اين ياتي؟ اليمن في شارع عبد السلام لاحق يقول لك زيتون شرعبي. انا عندي قدو احسن زيتون الضباب وادي برداد احسن جبل حبشي. هذا هو افضل زيتون، قدو افضل الزيتون هنا عندنا. شكرا لك زيتون. شكرا لك اطلعتنا على كثير من التفاصيل. كما قال ان افضل واجود انواع فاكهه الزيتون او الجوافه هي في هذا الوادي، وادي الغرس بالنسبه لليمن بشكل عام. هذا الوادي فقط
ينتج أكثر من 200 سلة تقريبا. العديد من وديان منطقة وديان جبل حبشي، وديان المنعم، وديان الضباب الأسفل، الضباب الأعلى، الوديان السردد، جميع الوديان هنا تنتج هذه الفاكهة بشكل كبير وتوزعها وتوزع على العديد من المناطق داخل مدينة تعز أو خارج المدينة في المحافظات المجاورة. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية جولتنا في وادي الغرس في الجنوب الغربي من مدينة تعز لمتابعة موسم حصاد فاكهة الجوافة في هذا الوادي. كنت أنا معكم هشام الجرادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.